الله من شايب ريته يصافق يدينه صفق قوي دمعته فوق خده ويتغبان على ماضي زمانه يوم قدرت عمره في 100 عام ولا حولها قلت يا عود لا تحزن ترى هذه الدنيا ولا شي يخلق العبد ما عنده ولا شيء ويغادر بلا شيء قال يا والدي أدري بالمقادير والدنيا ما هي لي لازم أن نغادر مثل ما غادر اللي قبلنا لكن أبكي بعد ما فارقوني رفاقي الأولين الله الله بعد كنا يد واحدة وعشنا على حلوة ومرة واندعى داعي الفزعة فزعنا وسدينا اللزوم وانبدى ضيف ضيفناه ويدا الله معيد الجماعة رغم كل الموارد كل واحد يقوم بطاقته واللي جاله ولد رباه ويربي أولاد القبيلة والنصايح وذكر الله نعطر مجالسنا بها والصلوات نديها ونعرف جميع الواجبات لا درسنا ولا معنا وظائف ولا معنا تجارة واللي يحسب من التجار عنده ريالين عربية أسرة واحدة ما بيننا لا حسود ولا منافق وانغلط واحد منا يقوم بطلي ولا بثورة وارضنا طيبة ما عندنا غير الانتاج المحلي والحلال يتكاثر والمزارع يلاقي البيرمة أما هذا الزمان الله الله أما هذا الزمن لا 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 أما ذا الحين يا ولدي قلب واختلاف وجه الزمان راحوا الطيبين وباروا أهل المزارع والمواشي وارضنا مجدبه وارزاقنا من وراء 7 بحور والرجال أهملوا عاداتهم واخذت الموضة نسانا واشغلونا عيال الغرب من عولمه في عولمه والله يا الاتصالات انها مشكله واكبر مصيبه البرامج فالانترنت عبر الجلاكسي وايفون ان دخلت المجالس كل رجال عينه في جهازه واللي في البيت طول الوقت في الاجهزه يتشبحون حتى الأسرة معي في البيت 20 ويكني لحالي كل واحد على جواله يضحك ويبكي من هواه بعض الأحيان وأنا بكرة موتي أفضل من حياتي يوم قل البصر والسمع وأصبحت في الدنيا غريبة وأنا واللي من أجيالي إلى الآن ما أخذنا هوانا الله يحسن خواتمنا ويصلح شباب المسلمين قولة لا إله إلا الله ومحمد الصادق رسوله ليتها ما تغادر من قلوب البشر وعقولها ليتها ما تغادر من قلوب البشر وعقولها